ادعوا لي بظهر الغيب، أنا في كرب، لعل الدعوة تكون مستجابة. كم مرة قريت حد طلب منك كده وغمضت عينيك؟ كم مرة حد تعرفه طلب ده وكبرت دماغك؟ كم مرة عرفت إن في حد في شدة وما دعتلوش لأنه مطلبش؟ طب تعالى معايا أحكي لك على قصة صغيرة. ولي صديق ليا كان مشهود له بالخلق والإيمان والطيبة، توفى في شهر رمضان. قبل وفاته بأيام معدودة نده على ابنه وقال له تعالى يا ابني عايزك. جه وقعد جنبه واتكلم وقال له بص يا ابني، أنا أخرتي قربت خلاص، هروح للي خلقني وخلقك. وصلت للمحطة الأخيرة بعد رحلة سفر شاقة، وأنا حضرت شنطتي وممتلكاتي للقاء العظيم. سأله ابنه وقال له ليه كده حاج؟ ربنا يبعد عنك الشر ويديلك طولة العمر. ابتسم وقال له مش شر أبدا يا ابني، مين قال كده؟ أنا حلمت إني في الجنة مع الشيخ الفلاني، قاعدين فرحانين ومبسوطين وتقول لي شر؟ ده يوم الهنا يا ابني، ادخل أوضتي وهات لي أجندة، هاتها وافتحها. جاب له ابنه الأجندة وفتحها، لقاها كلها أسماء، أسماء كتير جدا تتجاوز 300 اسم. سأله وقال له إيه الأسماء دي كلها يا أبويا؟ قال له ده الكنز اللي قابل بيه ربنا، محضرها علشان لما أوصل. الأسماء دي هي رصيدي في البنك، مش بنك الدنيا اللي الناس بتتقتل علشانه، لا ده بنك الآخرة اللي نسيناه وخدتنا الدنيا منه. وكمل وقال لما كان حد بيقابلني ويقول لي ادعيلي، لما كنت بشوف حد في كرب ومحتاج دعاء، لما كنت بقابل حد ويدخل قلبي وحس انه محتاج رصيد عند ربنا، حتى اللي استفدت منهم او اي حد علمني او دعالي كنت بسجل اسمه في الاجنده دي، وكل يوم افتحها وادعي الاسم اسمي بظهر الغيب، ادعيله من قلبي واتذلل في الدعاء علشانه بكل صدق وحب. منهم ناس ماتت وناس ما شفتهاش اصلا من سنين، ومنهم اللي اتقطع بينا الوصال، لكن عمر العهد اللي ما بيني وبينهم اتقطع. انت مش مدرك ده حجمه ايه ازاي عند ربنا. وصى ابنه انه يكلم الاسماء دي كلها علشان تحضر الجنازه وتصلي عليه. هو كان محتاج ان عمله في الدنيا يبقى في ظهره وهو بين ايدين ربنا، لان ده هو السند الحقيقي والدعم الحقيقي اللي عاش علشانه وكان مخلص له، كان بيحوش له اللحظه الاخيره ولحظه الاحتياج. ومات الرجل الطيب بعد أيام من الموقف ده، مات في ليلة 27 رمضان، مات في سلام وهدوء وهو مبتسم، وشه أبيض ومنور، وجنازته كانت مهيبة، كانت كلها ناس بتحبه وكأنهم في فرح بيزفوه للسكن والمأوى الأخير للجنة بأمر ربنا. بعد الفاصل استنونا. الدعاء بظهر الغيب عبادة منسية كتير مننا بينساها وبيتجاهلها، لكن والله ليها مفعول السحر. النهاردة معنا صديق الإعلامي أحمد نور، عايش تجربة من النوعية دي. تعالوا نشوف الموضوع عبارة عن إيه. ازيك يا أحمد؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. عامل إيه؟ زي الفل الحمد لله. طبعا عارف إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه؟ عن دعاء في ظهر الغيب. أنا عارف إن أنا عشت معاك الموقف، وعارف إن والدك كان له شوية تصرفات كده، أنا عايزك تحكي لنا. انا والدي بتوفى من سنتين، من قبل ما يتوفى بعشر سنين كنت دايما، كان هو عنده ضغط وعنده قلب وعنده يعني امراض الشيخوخه، كنت بشوفه بيصوم كل يوم السنه كلها ما عدا الايام اللي هي ما ينفعش فيها صيام. كنت دايما اقول له يا حاج يعني بلاش، عشان انت عندك بتاخد علاج والصيام غلط عليك. كان دايما يقول لي كلمه كده، على طول بيكرر الكلمه دي، يا أحمد يا ابني أنا بصوم لأني نفسي أقابل ربنا وأنا صايم، ونفسي أقابل ربنا في رمضان، فأنا خايف أموت في يوم غير رمضان، فأنا بصوم عشان خاطر لو مت في يوم عادي يعني مش في رمضان فأقابل ربنا وأنا صايم. وكان بيقول لي إيه بقى كلمة كده، يا سلام بقى لو أموت صايم ويوم جمعة. والدي توفى بقى إمتى؟ يوم 29 رمضان 2020، كان يوم جمعة، يعني مات صايم زي ما كان بيتمنى، 10 سنين صايم ومستني اللحظة دي، مات صايم يوم الجمعة 29 رمضان، يعني اتحقق كل اللي كان نفسه فيه. أنا عارف وحضرت.
انت شفت كل حاجه. السر كان فين؟ هقول لك يمكن السر في طيبته ازاي ده، او في اخلاصه ربنا، او في حسن ظنه بالله. في يوم من الايام لقيته قبل ما يتوفى بيومين بيصحيني الصبح، مش الصبح اللي هو الساعه 6 7 كده، كنت بنام يعني جنبي منه على طول لان ما كانش بيتحرك كده. فبيصحيني الصبح لقيته بيضحك، فبقول له يعني بطبطب على رجليه كده وبقول له ضحكني معاك، يعني مالك بتضحك ليه؟ كانت اخر مراحل حياته. فبيقول لي انا شفت نفسي، الناس في ناس حواليا في السماء وبياخدوني انا وصديق لي، يعني كان صديق عمر، صديقه ده اتوفى في المسجد وهو ساجد يعني اتوفى. فبيقول لي انا شفته وقابلني وسلم عليا وبقوا ياكلوني من الشجر اللي فوق وعمال يضحك. فقعدت اضحك وقلت له طب ما تنسانيش بقى لما تخش الجنه خدني معاك. راح شاور لي على المكتبه بتاعته، المكتبه كانت مليانه كتب، قال لي هات الاجنده اللي فيها السر، اللي فيها السر، سر وانا السر اللي انا بقالي سنين نفسي اعرفه، هات الاجنده. انا من جواد خطفت ولكن فرحت، انا عايز اعرف دي فيها ايه. جبت الاجنده، قال لي افتح. فتحت الاجنده، اول صفحه لقيت ادعيه كده اللي هي ايه، استغفار وادعيه وحاجات كده، وبيستغفر للمسلمين والمسلمات وللناس. بعد كده بيقول لي افتح اقرا بقى، لان هو كان عنده زي جلطه على الذاكره في المخ، فما كانش بيعرف يقرا قوي في الفتره الاخيره، عينيه ما كانتش بتشوف قوي. فبيقول لي اقرا لي. فلقيت اول حاجه رب ارحمهما كما ربياني صغيره، وكاتب اسم والده ووالدته. وبعد كده لقيته كاتب حوالي اكتر من 380-390 اسم كده ورا بعض مرتبين، يعني اقلب الصفح كده اسامي ناس غريبه. بلمح عيني لقيت اسامي اصحاب، انا ناس اصحابي وناس انا معرفهاش. قعدت اقول له مين دول؟ قال لي الناس دي اللي انا طول حياتي بتعلم منهم، او الناس اللي هي في يوم من الايام لجأت لي وحسيت ان هم محتاجين لي. كتبت اسمهم كلهم من 10-15 سنة في اجندة، وكل ما يجي اسم جديد اسجله. عشان ايه؟ عشان يدعي كل يوم الصبح، زي ما كنت بقولك كده، هو السر هو اللي انا كان نفسي اعرفه. كل يوم الصبح بعد اذان الفجر يصلي ويقعد يدعي للناس دي اسم الله. اسم اللي ربوه، اللي رباه، واللي علمه، اللي علمه، واللي اتعلم منه. بص اسامي ناس، يعني والدي توفى يعني مش كبير ومش صغير، 63 سنة، ولكن اسامي مدرسينه في الابتدائية، في المرحلة الابتدائية والثانوية العامة والكلية، اسامي والده، اسم سواق تاكسي ساعده قبل كده، اسم واحد يعني جبر بخاطره في حاجة، ناس من سنين السنين. اقول له، يقول لي الاسم ده، يعني ابتديت اقول له طب مين ده؟ يقول لي ده في يوم من الايام وقف جنبي في الحتة الفلانية من 40 سنة. في النهاية عايزين نقول للناس ادعوا للناس وادعوا لبعض، كلنا محتاجين لبعض. ولما حد يقول لك ادعي لي فهو مش بيتدلع، لا ده بيقول لك ادعي لي فادعي له، مش هتخسر حاجه. ده انت 5 دقايق اخر الليل هترفع ايدك للسماء وتقول يا رب اكرم فلان، حن على فلان، ساعد فلان. عباده منسيه يا احمد، وانا متاكد ان سبب الخير اللي انت فيه واللي انت شايفه انت واخواتك هو كان ابوك. والله محمد انا كمان حابب اوجه رساله بقى، او اقول رساله للناس كلها، ان هي تدعي للناس كلها بدار الغيب. حتى لو حد انت زعلان منه او متضايق منه او عمل معاك موقف، والله ما تخسر حاجه اما تدعي له وتصفي نيتك. بس مش بتدعي كده، صفي نيتك ان انت بتدعي له ربنا يهديك، ربنا يصلح حالك، مش تخسر حاجه والله. هتتعدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بظهر الغيب لأمته كلها في كل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. الدعوة بظهر الغيب عمل عظيم وجبل من الحسنات أنت مش متخيل ضخامته، قصور في الجنة ونخل وبيوت ملكك أنت، سنة مهجورة تخلينا عنها ونسيناها. لما تدعي لحد بالخير حتى لو متعرفوش شخصيا، أو لحد محتاج من غير ما يطلب، وتكون سبب إن ربنا يفرجها عليه ويحقق له كل اللي بيتمناه، بتبقى درجتك عند ربنا عظيمة. ربنا مش هينساك وهيسخر ليك كل حاجة في وقت حاجتك وشدتك، أصلي هي دايرة وكلنا بنلف جواها. زي ما بتساعد هتتساعد، والحاجة مش حاجة فلوسه بس،
أوقات حد بيبقى محتاج لدعاء، رجاء من ربنا، محتاج سند يكون معاه بروحه وقربه من اللي خلقه، والطريق سهل وسلس ومفهوش عائق، مجرد دعاء، دعاء لغيرك صادق من القلب. وانت مكانك لا هتسافر ولا هتصرف، هتقول يا رب، هتقول يا رب لكن بيقين، بحب وبسماحة، وانتظر الرد اللي هيكون أسرع مما تتصور. الدعاء بظهر الغيب يا جماعة هو باب المعجزات اللي دايما مفتوح، ربنا مش بيقفل الباب أبدا في وش حد. وكتير بننسى الاتصال بيننا وبين ربنا بيكون مباشر بدعاء، ادعوني أستجب لكم، سهلة وبسيطة. وخليك واثق إن ربنا سمعك وفهمك وأقرب ليك من حبل الوريد، مش هتحتاج تتكلم كتير ولا تشرح كتير ولا تبرر، ربك اللي خلقك عارف أنت عايز تقول إيه، وعارف بتفكر في إيه وحاسس بإيه، عارف اللي قلته واللي ما قلتوش. ادعوا لنفسكم وللناس يا جماعة، ومش شرط الكلام يكون مرتب ولا مصطلحات كبيرة، الدعاء بالكلام اللي في قلبك، بالكلام اللي مش هتعرف تقوله البشر، مش هتخاف ولا هتعرف تتعرى، هتتكلم قدام ربنا بشكل مباشر، تعترف، تشتكي وتطلب، وانت على يقين ان ربنا هيستجيب، وانت عارف ان قدرة ربنا وعظمته هتلاقي الصعب بقى سهل، وهتلاقي الحجر بيلين، والضلمة شايقها نور جاي من بعيد علشانك، نور جاي لك انت مخصوص، جاي مخصوص علشان ينور قلبك وطريقك انت واللي بتدعي لهم. وتتعجب في النهاية وتقول ازاي الموضوع اتحل بالبساطة دي، لكن ما تتعجبش، دي قدرة ربنا وإعجازه، كتالوج سهل وبسيط. افتح قلبك وتكلم وقول، هتتحقق كل أمنياتك، كل حاجة بتطلبها، وهتنون اللي في بالك من غير ما تتحاوج لحد، لأنك كنت في اتصال مباشر مع الخالق الأعظم. شكرا ليكم وإلى اللقاء.